السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله كما عودتكم لعلاج القولون العصبي. فهذا المشكل من المشاكل التي كثرت في الآونة الأخيرة، وقد تعاني منه الكثير من السيدات وكذلك الرجال. وأسباب القولون العصبي فهي عديدة وكثيرة، وسنذكر لك أهم أسباب القولون العصبي لكي تتعرفي عليها وأن تتجنبيها للوقاية من الإصابة بالقولون العصبي. فأول سبب رئيسي ويعتبر سبب رئيسي للإصابة بالقولون العصبي، وهو التعرض إلى التعصب وإلى التوتر الزائد والإصابة بالاكتئاب. فكل المشاكل النفسية هي تعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للإصابة بالقولون العصبي. أما الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي فهي اضطراب في عضلات المعدة، وأيضا اضطراب في الجهاز العصبي أيضا، والإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي كالإصابة بفيروسات والتهابات، وأيضا تهيج القولون. فتناول بعض التوابل بكثرة وبشكل متكرر أيضا قد يصيب تهيج للقولون العصبي، مما يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي. نمر الآن بحول الله إلى ذكر المكون الأول والوحيد للتخلص من القولون العصبي وطريقة استعماله وتحضيره لعلاج مشكل القولون العصبي. فضلا وأولا، إذا كنت أول مرة تشاهدين القناة لا تنسي الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد القناة فور نزوله، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف إلى المكون الوحيد، فأنا أعتبره المكون السحري لعلاج مشكل القولون العصبي. فهو مكون سحري بامتياز إذا تم استعماله بالطريقة التي سيتم طرحها في هذا الفيديو. فالمكون الذي سنستعمله لعلاج القولون فهو زريت الكتان أو بذور الكتان. بذور الكتان لها العديد من الفوائد، فهي تعالج الكثير من المشاكل، فهي تعالج مشاكل الشعر ومشاكل البشرة كذلك، وهي أيضا فعالة في علاج الكثير من المشاكل الصحية. فطريقة استعمال بذور الكتان في علاج القولون العصبي فهي تقومين بأخذ 3 معالق إلى 4 معالق أو مقدار من بذور الكتان، ثم تقومين بطحنها دون تحميصها. فإذا قمت بتحميصها فلن تستفيدي من المكونات التي هي معروفة غنية بها والتي تعالج العديد من المشاكل. فإذا أيضا قمت بتحميصها ستقومين بتهييج مادة تتحول إلى مادة سامة وستسبب لك مشاكل صحية لا قدر الله. ولهذا لا تقومي حذاري، لا تقومي بتحميصها، بل قومي بطحنها هكذا دون تحميصها، وستقومين بطحنها بكل سهولة إذا كان لديك خلاط كهربائي جيد، أو يمكنك الاكتفاء بطحنها أو سحقها في الهون فقط، فهو كذلك مجدي
لسحقي أو طحن بذور الكتان. فكما قلت لا تقومين بتحميصها لأنك ستساعدي في تهييج مادة سامة تتواجد في بذور الكتان. إذا تم تحميصها سيتم تهييج هذه المادة وستصبح بذور الكتان سامة لا قدر الله، وستلحق بك ضرر كبير خصوصا على مستوى الجهاز الهضمي. فكما قلت تقومين بطحن كمية من بذور الكتان، وتأخذين من هذه الكمية 3 معالق من مسحوق بذور الكتان، تقومين بشربها مع كوب من الماء. هذه الطريقة تقومين بها لمدة 15 يوم متتابعة. فكما قلت في اليوم التالي يجب عليك طحن كمية أخرى من بذور الكتان وتناولها في تلك اللحظة، ولا يتم تخزينها. يعني بعض السيدات سيقمن بطحن كمية لا بأس بها من بذور الكتان وتتم الاحتفاظ بها، ثم تقوم في اليوم التالي بأخذ 3 معالق من هذا المسحوق أي مسحوق بذور الكتان قومي بطحن بتناولها. لا، فهذه الطريقة فهي غير مناسبة وغير مجدية، بل يجب عليك طحن الكمية التي سيتم تناولها في ذلك اليوم، وفي اليوم التالي تقومين بطحن كمية أخرى، وهكذا إلى أن تقومي بتناول هذه العشبة الطبية أي بذور الكتان لمدة 15 يوم، وستحصلين على نتائج جيدة إن شاء الله بعد مرور 3 أيام إلى 4 أيام من استعمال هذه الوصفة. كانت هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كانت لديك أي وصفة معينة أو مشكل تعانين منه يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك، وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة. وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.